مشكورة الدكتور عبد الخالق الرمضاني الأخصائي في التغذية والحمية في الدار بالدار البيضاء. دكتور رمضاني صباح الخير، مرحبا بك معنا، شكرا جزيلا على تلبيتك للدعوة. مرحبا، تحية لك، تحية للطاقم مجموع، وتحية لجميع المستمعات والمستمعين، وجمعة مباركة. شكرا لك، الله يجعلها في ميزان المقبول يا رب. إذن دكتور رمضاني، اليوم موضوعنا حول مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين كنتكلموا عليها كثير لأنها مهمة جدا، موضوع مهم. علاش؟ لأن هذه المقاومة ديال الأنسولين كتقدر تسبب عديد من المشاكل، منها مشاكل اضطرابات في الوزن. نبغي نذكروا مرة أخرى شنو هي هذه المقاومة ديال الأنسولين، شرحوها مزيان للمستمعات والمستمعين الكرام. دكتور رمضان يتفضل. مقاومة ديال الأنسولين، هذا هو السندروم ديال الأنسولين ريزيستانس. هذا باش الناس يعرفوا علاش مهم، حيت هذا المشكل الأول عندنا فهو كيقربنا محفظ لواحد المجموعة من المشاكل الصحية، منها داء السكري، ضغط دموي، مشاكل ديال القلب، قلب والشرايين، اختلالات على مستوى الوزن، وواحد مجموعة من المشاكل الصحية. اشنا هو هاد لانسولين ريزيستونس ولا اشنا هي؟ نعم، نفهموا بعدا كاين اشنا هو الدور ديال الانسولين. ربما كلنا كنعرفوا على ان الانسولين عنده علاقة مع داء السكر. هو فعلا السكر كمصدر مهم للطاقة، باش يدخل الخلايا ديالنا باش تخدم به خاصها واحد الساروت، وهذا الساروت هو الانسولين. وهذا الانسولين كتفرز على حساب بواحد النسبة، على حساب شحال عندنا ديال السكر في الدم. إلا عندنا السكر كثير كتفرز كثيرة، إلا عندنا السكر قليل كتفرز قليلة، باش كدير داك الدور ديالها. ولكن كما كنلاحظوا إلا كان الماكلة ديالنا زايدة، وكنا خاصة السكريات زايدين، فالأنسولين كتدخل واحد داك اللي كتقدر عليه واللي كيقبلوه الخلايا، كتدخلوا الخلايا، كيبقى الشيط واحد شوية ديال السكر، شوية منه كيتخزن في الكبد. من الكبد هي عندها الجهد ديالها، فوق منه ما عندها مابقاش تقدر تستوكي. تمام. ملي كيبقى الشيط عندنا زايد، عندنا سكر، كيمشي كيتخزن على شكل دهنيات في الخلايا الدهنية. وهنا كيبدا داك بيت القصيد. هذيك الخلايا الدهنية كتبدا تعمر بدك، يعني كتبدا تستوكا، والحجم ديالها كيبدا يتزاد. وكتبقى بحال شي خلشة مثلا ديال البلاستيك اللي كتمدد، حنا كنعمروها وهي كتنفخ، حنا كنعمروها حتى كتنفخ. واحد الوقت كتقدر ترتق لينا، او لا كتقدر تقب لينا، وكيبدا يخرج لينا من اللور هذوك الدهنيات، كنبداو نلقاوهم في الدم. كذلك باش نعطي فكره، هاد الخلايا الدهنيه الحجم ديالها كيقدر يمشي من الواحد حتى العشرين مره. يعني كتنفخ بزاف. مع هاد الخلايا الدهنيه فهي كذلك كتفرز لنا واحد المجموعه من الهرمونات، اللي منهم بعض الهرمونات اللي هي نافعه، مثلا الليبتين اللي هي واحد الهرمون رائع اللي كنحتاجوه باش نحسو بالشبع. الليبتين، نعم، الليبتين. كذلك كتفرز لنا واحد الهرمونات اخرين اللي من بين النتائج ديالهم كيتسبوا لنا واحد الحاله ديال الالتهاب. الالتهاب نحطوه في حاله على انه شويه ديال الضبابه، يعني شوف ما كيبقاش واضح. يعني الانسولين فاش كتجي كتبحث على هذاك الساروت ما كيبانش ليها. وبالتالي كتبدا هاد المقاومه ديال الوظيفه ديال الانسولين. هذيك الدهنيات فين كيكونوا؟ كيبداو يكونوا حول البطن ديالنا. وهنا فاش كنربطوا ديك العلاقه المهمه ديال اول حاجه كنشوفوها هي الانسان فاش كيبان لنا البطن ديالو كيبدا يتنفخ، كنقول له عندك راك بديتي في مرحله اولى، وانها اولى ديال المقاومه ديال الانسولين. حيت من بعد منها كيبداو يتزادوا حويجات اخرين، منهم خلايا اخرى حتى هي كتولي كتقاوم الوظيفه الانسولين، حتى هي كتولي تلقى واحد الصعوبه باش كتحلهم باش كيدخل السكر، وبالتالي كيبقى السكر عالق في الدم. يعني كيكون ارتفاع
ديال السكر. البنكرياس كتوصلوا الاشاره بلي راه السكر مرتفع في الدم كيزيد يفرز الانسولين، وبالتالي حتى الانسولين حتى هي كتكثر بزاف، وبالتالي كتولي عندنا كنولي في واحد الحاله اللي هي نسبيا شاده، اللي هي الانسولين طالع بزاف والسكر طالع بزاف. طالع بزاف. هنا علاش كتكون اول تقريبا من بين التحاليل اللي كنقلبوا عليهم كنقلبوا على النسبة ديال الانسولين في الدم والنسبة ديال السكر في الدم. العادي هو إذا كانت الانسولين شوية زايدة كيكون السكر طايح، ولا كان السكر شوية وما يمكنش نلقاو السكر والانسولين طالعين حيت هما دايرين بحال واحد الميزان. وهذا هذا كيتسمى لانديسدوما، هذا العلاقة ما بيناتهم. هو أول مؤشر اللي كيعطي كيقول لنا راه حنا بدينا في الانسولين ريزيستونس. وهذا المقاو كذلك بطبيعة الحال يعني كاين حوايج أخرى اللي كنقلبوا عليها في التحاليل، منها اختلالات على مستوى الدهنيات خاصة لي تريغليسيريد في الدم اللي كيوليو مرتفعين، وهذا دليل على أن هذيك الخلايا الدهنية بدات قبل كما ذكرنا ولا كتنفتق وبدات كتقاوم الوظيفة ديال الانسولين. كنبداو نلاحظوا ملي كنديروا من التلفازه ولا ليكوغرافي كيبان لنا راه كاينه واحد النسبه كبيره ديال الاستيتوز ايباتيك اللي هي ديك الدهون اللي كتكون دايره حول الكبد. حول الكبد اللي الله يحفظ لما درنا والو راه على حسب مراحل كبيره كتقدر توصلنا حتى للتشمع او للسيغوز ديال الكبد. هذيك الانتفاخ على مستوى ديال البطن كذلك من بين ولا دهون حول الاحشاء الكريس فيشيرال، هادو كذلك من بين المؤشرات اللي كناخذوها بالاعتبار. الزياده في الوزن كاين بعض المؤشرات اخرى اللي هي مهمه، اللي منها مثلا اختلالات على مستوى النوم. فهي هي من بين المؤشرات اللي كتقولنا وقيلا راه كاينه الانسولين ريزيستونس والمقاومه ديال الانسولين، خاصه اللي كتكون عندنا مثلا ديك لابني دو سومي ولا هذاك بنادم كيكون ناعس كيتخنق وكيفيق وهذه بطبيعه الحال باش ومن بين العلامات ديالها وان الانسان كينعس واحد المده زمنيه طويله ولكن مع الصباح كيفيق، كيقول حاسس براسي بحال لا ما نعسش مزيان. فهنا ضروري الاستشاره ديال الاخصائي ديال النوم باش كيقوم بالتحليل، وكاين وسائل تحليل ديال الحاله ديال النوم ديالو باش كيشوف واش كانوا ديزابني، واش كانوا شي واش كاين اختلالات على هذه المستوى اللي حتى هي كما ذكرت من بين المؤشرات اللي كتشيب تشير لينا ربما كاين مقاومه الانسولين. كاين مقاومه ديال الانسولين بطبيعه الحال. الاسباب ديال مقاومه الانسولين شنو الاسباب ديالها؟ مزيان، هي اول حاجه هي التغذية، ولا ندخلوا كل شيء نمط ديال الحياة ديالنا وديال العيش ديالنا. لأنه ملي كنشوفوا أن التغذية ديالنا فيها نسبة كبيرة ديال السكريات ديك السامبل اللي هي بحال مثلا السكر ديال اللي كنديروه في التعب والحلويات اللي ولات عندنا كثيرة، والماكلة اللي ولات عندنا بدون أوقات وبواحد يعني واحد غير منتظمة وواحد الكميات اللي هي كثيره واللي كنكون طاري عليها مثلا الخبز الابيض والمواد المصنعه بشكل كبير. كذلك كاين لو سيدونتاريزم، ولا الناس ما بقيناش كنتحركوا يعني ربما كما دائما كنقولوا فربما في الخمسينات وفي وفي يعني في اواسط القرن الماضي كنا اكثر كنعطيو اهميه للناس كنقول لهم خاصكم تاكلوا ولكن علاش في هذاك الوقت كانت الحركه كثيره، الناس كانوا كيتمشوا بزاف، كيمشيو للعمل في الوظائف كان اغلبيتها كتحرك بطبيعه الحال، وكانت التغذيه دابا بالعكس كناكلوا اكثر وكنتحركوا اقل بكثير. تماما لي مويان دو ترونسبور كما ذكرنا البارح، وسائل النقل ولات كثيره، كندوزو واحد الوقت كثير وحنا جالسين في في المكاتب ديالنا وما حتى كيجينا داك الكسل والخمول يعني حتى باش نتحركوا ما كتكونش عندنا القدره على باش نتحركوا بعض المرات. هي بطبيعه الحال حيت هي واحد راه كيتسمى واحد سيتان سيكل انفيرنال، يعني واحد الحلقه
الا دخلنا ليها يعني خاصنا ضروري نخرجوا منها باش كنخرجوا منها بالحركه. يعني شحال الماء كنتحركوا, شحال الماء كننميو العضلات ديالنا, شحال الماء كتزاد القدره ديالنا على الحركه, شحال الماء ما كنتحركوش, شحال العضلات ديالنا كتنقص والحجم ديالها ولا حتى القوه ديالها كتنقص, وبالتالي كنحسوا بداك التعب والخمول. وملي كيبداو ينقصوا عندنا العضلات لا من ناحيه الحجم لا من ناحيه الكميه ديالهم, كيكون تاثيرات كذلك حتى على واحد المجموعه من الهرمونات, وبالتالي كنحسوا بداك التعب الشديد. وكيف ما ذكرت راه حتى الانسولين ريزيستانس والمقاومه ديال الانسولين من بين الاعراض اللي كتقدر تكون عندها هو ذاك الاحساس بالتعب. بحال مثلا بعض المرات الانسان مثلا كياكل واحد الحاجه حلوه بزاف, كيقدر يحس بانه تعبان بزاف. علاش؟ لانه النسبه ديال السكر طلعت بزاف, من بعد من الافراز ديال الانسولين حتى هو طالع بزاف, ولكن وبالتالي ملي كيدخل السكر للخلايا كيدخل بواحد الكميه كبيره اللي كيجي عليه نسبيا واحد انخفاض في السكر في الدم, وبالتالي كنسمى واحد ليبوغليسيمي بوستون ديال يعني نقصان ديال السكر من بعد الوجبه. نعم واللي كتكون من النتائج ديالو هذاك التعب الشديد وهذاك الاحساس بالنعاس ولا بالنوم. يعني واحد الحلقه اللي حنا نقدروا ندخلوا باش نخرجوا منها بالتغذيه الصحيه اللي تكون فيها مثلا كما ذكرت مواد اللي هي طبيعيه اللي كاينه. يعني هكا نقدروا نتخلصوا من هذه مقاومه الانسولين؟ بطبيعة الحال كنضيفوا لها, يعني فاش كنقولوا على نمط العيش فضروري كندخلوا ليه التمارين الرياضيه, كندخلوا النوم راه مهم بزاف. راه مثلا راه ميمكنش لينا نوصلوا للوزن الصحي بلا نوم اللي هو صحي. تماما النوم راه مهم. كذلك كيبقى واحد بحال مثلا في بعض الاحيان كنطلبوا من بعض الناس انهم نقيسوا نسبه ديال السكر في الصباح هي بليسيمي اجاب, ولكن في بعض الناس كيلقاوها مثلا 1 شي حاجه 1.03 عوض ديك 0.90 مع الصباح مثلا. هي شحال خاصها تكون مثلا في الصباح؟ هي هذه بالنسبه للانسان العادي ما عنده يعني ما عندوش مثلا مشكل ديال الديابيت ولا السكري, يعني عادي انسان ما هو الانسان ما عندوش سكري تكون حوالي 1 أقل من 1.10, ولو أنه في بعض المنشورات كيهضروا على 1.20, أقل من 1.10 يعني الصباح 0.9 و 0.8 في الصباح. علاش ذكرت؟ على أنه بعض الناس كيلاحظوا على أنه نسبيا ارتفعت طلعت 1.03 1. علاش؟ لأنه ملي كنفيق وكان إلا كنت متوتر وكنعاني من الاختلال, يعني عندي مشاكل على المستوى الوجداني الإيموسيونيل, فالإفرازات ديال الكورتيزون اللي كتكون في الصباح معروف انها كتكون مع الصباح, خاصه على الناس اللي كيعانيوا من التوتر اللي زايد. فبطبيعه الحال هاد الناس هاد الكورتيزول هاد الهرمون هذا هو معروف عليه لانه كيطلع علينا نسبيا السكر في الدم, وبالتالي يعني مزيان ان احنا نعبروا السكر في واحد الظروف اللي فيها حتى هي نقول الانسان ارتاح وقود وقتك وجينا مرتاح, يعني ما تكونش داك ربع المرات عير هذاك الدخل للبلاصه ديال التحاليل مع الخوف. هي كتطلع عليك تقدر لانك تكون الافرازات ديال الهرمونات اللي منها الكورتيزول. بطبيعه الحال حنا ما غنلقاوش واحد غرام 30 غرام 40 غرام 50, هذه هنايا راه بدينا في داء السكري. وكما ذكرت علاش كنعطيو اهميه لهاد الانسولين ريزيستونس, كنعطيوها لانها اولا اللي عندها هي كتقدر تقربنا لواحد المجموعه من المشاكل الصحيه, وعندها واحد الا خدينا التدابير لازمه راه نقدروا نتفاداو الاصابه من داء السكري, من الضغط الدموي, من المشاكل ديال القلب والشرايين, من السمنه, من كذلك من القصور الكثيره. شنو خاصنا نديروا بالضبط باش الا كان عندنا هاد المقاومه ديال الانسولين, شنو خصنا نديروا بالضبط التدابير اللي لازم تاخذوها باش ما تبقاش عندنا ونحاربوها دكتور رمضاني؟ هي بين الحويجات اللي حنايا كان اللي كنهضروا على المنشورات ولا الاتفاقيات اللي كاينه ما بين مختلف لي سوسيتي سافونت ولا الجمعيات العلميه اللي
تهتم بالتغذية فالنصائح كتكون دائما حول نمط العيش حول التغذية التغذية وكتكون هي الأساس. وملي كنهضر على التغذية كنحاول نعود نوجهها نحيد من كل ما هو مصنع من الابتلاء كل ما هو طبيعي كنحاول نقص من الكمية ديال السكريات وكنقص حتى من الخبز حتى من المكرونة حتى من العجائن بشكل عام وخاصة في الوجبة الأولى ديال اليوم اللي هي الفطور كنعطيو أهمية أكثر للمصادر ديال التغذية الأخرى اللي هي البروتينات والدهنيات اللي للأسف ولو لكن رغم كاع هاد المسائل اللي كتقال كنلاحظوا على ان النسبه ديال البروتينات وخاصه النسبه ديال الدهنيات في التغذيه ديالنا راه هي ناقصه ناقصه بزاف كنهضروا على الدهنيات كنهضروا على الدهنيات اللي هي نافعه الدهنيات النباتيه نقطع الخط مع الدكتور الرمضاني ما كنسمعوش مزيان دابا دابا مزيان نعم. يمكن عندي نعم. كان مشكل نعم. في الهاتف عندك تفضل مرحبا اذا كيف ما ذكرت فيما يخص الدهنيات فللاسف حنا الدهنيات حنا عندنا نقصوا بزاف في التغذيه ديالنا وملي كنهضروا على الدهنيات كنهضروا على الدهنيات اللي هي النافعه كنهضروا على الزيوت النباتيه كنهضروا على الاسماك كنهضروا على اللوز على القرقع يعني الزوليجينو ولا المكسرات وكذلك البروتينات ملي كنهضروا على البروتينات المصادر ديالها قدر حيوانيه حتى المصادر الحيوانيه راه كتبقى مهمه وكذلك المصادر النباتيه اللوز عفوا حتى اللوز والقرقع حتى هما مصادر ديال البروتينات ولكن اختار اكثر منهم واهم منهم وحتى من ناحيه الكميه اكثر منهم العدس اللوبيا الحمص الفول اللي للاسف شحال هذه كانوا دائما حاضرين دابا ولاو يعني واحد جوج ثلاثه مرات دابا ولاو نادرين كاملين تعوضوا بالكميات الوفيره ديال اللحم والاهم هو ان احنا للاسف بعد ما امكن من الاستهلاك المفرط ديال الخبز الابيض ولا جميع السكريات اللي هي مصنعه لانها هي اللي كتشكل الخطوره بالاضافه لذلك ما نساوش الاهميه ديال الحركه ديال النشاط البدني كل واحد على حساب الصحه ديالو وعلى حساب راه كاين نشاط بدني لكل فئه عمريه ولكل حاله صحيه مريض القلب عنده تمارين رياضيه اللي ضروري يقوم بها انسان اللي كيعاني بمشكل ديال المفاصل كاين التمارين الرياضيه اللي ضروري خاصه بهذا انسان مسن كذلك يعني جميع فئات العمق العمريه خاصه تستحضر الاهميه ديال النشاط البدني وما ننساش الاهميه ديال النوم نعم تماما النوم مهم جدا هذا موضوع بحد ذاته خصنا نتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات المقبله شكرا دكتور عبد الخالق الرمضاني الاخصائي في التغذيه وفي الحميه بالدار البيضاء شكرا جزيلا وإلى فرصة قادمة بحول الله.